منية يا منية. ايه يا حبيبتي فينك؟ بابا مش بكلمك الصبح انا؟ حسني يا بابا. عامله ايه يا حبيبتي؟ غمضي بقى عينك بقى. ليه يا بابا؟ عامل لك مفاجأتين حلوين قوي بجد؟ والله. بس اول حاجه استني استني، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ الله لبس ايه ده؟ الله يا فستان يا بابا. امسكي كده. الله ده جميل قوي. امسكي البنطلون كمان والبنطلون كمان في الطربوش. لا ده انا جايب لك الطقم كامل. ادخلي بقى البسيهم بقى وعقبال ما اركب لك الشجره الجميله دي. شجره؟ جبت لي شجره يا بابا. ده جبت لك ايه؟ جبت لك اكبر شجره عند الراجل. ربنا يخليك ليا يا بابا. انا مبسوطه. يلا البسيهم بسرعه، يلا عقبال ما اركب لك الشجره. يلا احلى امنيه في الدنيا. باين عليها بقى تبقى شجره. ايه حكايه؟ تفرح بيها قوي. بابا ده. ايه رايك يا بابا؟ ايه العسل ولا ايه الحلاوه دي؟ الله الله. ايه الحلاوه؟ ايه الحلاوه دي يا ماما نويل؟ ده جميل قوي. لف لف لف. الله الله يا ناس، الله الله يا ناس. ايه الحلاوه دي؟ انت قمر قمر العسل. رايك بقى في الشجره اللي بابا جابها بقى؟ انا عايزك بقى تفتحيها بقى وتظبطها لي. الله يا بابا دي كبيره قوي يا بابا، دي اطول مني. لا تعالى كمان بص المفاجاه كمان. الله بص المفاجاه. يلا بينا. الله يا بابا انا حاطه حاجات في الشجره يا بابا. اه ده انا جايب لك كتير قوي. الله يا بابا. الله يا بابا انا عايزه اخد اصحابي يا بابا. اه اللي انت عايزاه يا حبيبتي. بص بقى انا هعلمك واحده تعلقها ازاي. تمام ماشي ماشي. خدي امسكي كده يا حبيبه قلبي. ايه الحلاوه دي يا بص بقى كمان. بص بقى تعلق كده اهو. تمام انت بقى ايه يا امنيه؟ نقي الالوان اللي انت عايزاها. تمام حلوه قوي. بص بقى يا امنية انا هطلب منك طلب. نعم. تمام انا عايزك تزيني الشجره دي تخليها احلى شجره في الدنيا دي كلها. حاضر. تمام بس انا هدخل اشرب كوبايه قهوه علشان حاسس ان انا مصدع. على مهلك خالص. تمام؟ يا بابا خلصي ونادي عليا. حاضر ماشي يا حبيبه قلبي. يلا الله هي بقى شكلها حلو قوي وهتعجب بابا. انا خلي بابا بقى يقول لي ان انا بعرف ازين قوي. أمنية ازيك يا غزل؟ ازيك يا أمنية؟ ايه رايك؟ مين اللي جاب لك الشجرة الحلوة دي؟ بابا يا غزل. طب مين جاب لك الهدوم الحلوة دي؟ بابا كمان ربنا يخلي لي بابا. أمنية. نعم يا غزل. ممكن ألعب معاكي؟ اه طبعا يا غزل. أمنية. نعم. أنا عندي هدوم ميني كريسمس هطلع ألبسها وجاية. ماشي؟ ماشي يا غزل. وأنا بقى أروح أنادي بابا. استفتحت يا بطة؟ اه استفتحت، مسحت عربية. خدت منها 5 جنيه وراجل تاني بعد مسحت له عربية عطاني جنيه. أنا استفتحت ب5 جنيه برضه. ماشي يا كيمو. الله يا بطة بص الشجرة دي. الله دي جميلة أوي يا كيمو. الله بقول لك إيه يا بطة؟ إيه يا كيمو؟ تعالي اسرقوها ونبيعوها. يلا يا كيمو. أنت عارفة تسوالها كام دي؟ كام يا كيمو؟ 50 جنيه. بس بالنص. بالنص أنا 25 جنيه وأنت 25 جنيه. ماشي يلا بينا. تعالي يا بطة. Bye! Bye.
عندنا شجرة، بقى 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 عندنا شجرة. حلوة أوي الشجرة دي. الله يا ماما، عايزة أصور جنبها يا ماما، دي جميلة أوي. ينفع ناخد صورة جنب الشجرة؟ اتفضلي اتفضلي يا وداي. طب ممكن تقولي الصورة بكام؟ اللي تدفعي. طيب ممكن أصورها؟ تعالي هنا. اتفضلي. الله يا هند على الصورة، والشجرة في الصورة تحفة. بص دي ليكوا. شكرا يا مدام، ربنا يخليكي يا رب. شكرا يا مدام، ربنا يخليكي بنتك يا رب. شكرا على الصورة الحلوة دي، ربنا يخليكي. 20 جنيه يا بطة. تصدق لك يوم جات لي فكرة حلوة قوي. قول يا بطة. احنا مش هنبيعوا الشجرة دي وهنتن وحطينها هنا، واللي يعدي يقول لنا عايز اتصور جنبها الصورة ب10 جنيه. صدق فكرة حلوة يا بنت بطة. وما نبيعوهاش، وكمان نكسبوا فلوس ياما قوي. صح يا بطة. بقى عندنا شجرة الناس بتتصور جنبها. بقى عندنا شجرة، بقى عندنا شجرة، بقى عندنا شجرة، بقى عندنا شجرة، بقى عندنا شجرة. يا بابا. ايه يا امنية يا حبيبتي؟ خلصت الشجرة يا بابا. بقت جميلة ولا لا؟ اوي 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 يا بابا. كم في المية كده يعني؟ مليون في المية. مليون في المية؟ اه. غزتي بقى بيها اصحابك ولا لسه؟ لسه هغز يا بابا، استنى بس عليا. عارفك انا يا امنية والله، والله عارفك. يلا خلصت قهوتك بقى يا بابا؟ اه الحمد لله. فوقت؟ اه فوق. فوقت معايا؟ فوقت يا امنية. هتكوي يا بابا؟ هتكوي امنية. يلا بينا بقى. طبعا انا جبت لك الشجرة، كل اولاد سكان العمارة يتغاظوا ويجيبوا لهم شجرة شبهها، صح؟ قوي يا بابا. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. هتعجبك قوي على فكره. خلاص يلا بينا. فين يا امنيه الشجره يا امنيه؟ ما اعرفش، بقول لك كنت حطها هنا. يا عليك يا امنيه، انت تحبي دايما تعملي فيها مقالب. بطلي بقى. انت يا بابا. انا ايه يا حبيبتي؟ انت اللي عملت كده بابا، خبيتها اكيد. يا حبيبتي انا كنت بشرب قهوه، ما عملتش فيكي حاجه اصلا. انت اللي عامله فيها مقلب صح؟ لا انت اللي عامله. انا متعود منك على المقالب دايما يا حبيبتي. بابا انا مش بعمل فيك مقلب يا بابا. امال الشجره فين يا امنيه؟ مش عارف ايه مقلب صح؟ والله ابدا. راحت فين يا بابا؟ انا كنت حاطها هنا. انت بتهزري يا امنيه ولا بتتكلمي؟ انا مش بهزر يا بابا، انا كنت حاطها هنا يا بابا. امنيه اوعي يكون مقلب يا امنيه. يا بابا والله يا مقلب يا بابا، انا كنت حاطه الشجره هنا. يا عم محمود، عم محمود، تعال يا عم محمود. عم محمود عايزك. عم محمود ازحمه. كنت جايب لي شكرا يا عم محمود، كنت جايب لي بنتي شجره كانت محطوطه هنا، ما شفتهاش فين هي؟ الشجرة هو الصح في الجنيه. بجد يا عم محمود كان في شجرة هنا، كنت حاطة انا مزيناه بكور كده. شجرة الكريسماس يا عم محمود كانت موجودة هنا، شجرة كبيرة كده يا عم محمود، ما شفتهاش؟ لا ما شفتهاش. انت كنت فين يا عم محمود بس؟ انا كنت ببص على على حاجة هنا لسه جاي والله. صدق انا قلت لك كم مرة ما تسيبش العمارة؟ مش انا قلت لك ما تسيبش العمارة كم مرة؟ قلت لك قول لي. ماشي يا صدق، ما شوف شجرة عاملة يعني شجرة دي يا صدق، ما الشجرة شجرة 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 كبيرة. استنى اخلع لك شجرة من دي يا صدق. انت بتهزر صح؟ طب دي شجره غاليه خلي بالك. طب ما طب اعمل يعني ايه؟ ابنك فين؟ طيب بص عليها ولا شوف بره نادي عليها. بص لك عليها. تعال اطلعوا لي. يلا بابا انا عايز اشجعك. اجيبها لك والله يا حبيبتي والله. انا جبتها هنا. دي ماشي اصلا. مسمار عندك اهو يا استاذ احمد، اساله. ازيك يا حبيبي مسمار، عامل ايه؟ الحمد لله. كنت جايب لبنتي شجره يا حبيبي، ما شفتهاش فين هي؟ مفيش شجره جوه. فين يا حبيبي؟ في الجنين كده يا امنيه. بص يا امنيه ما الشجره في الجنينه موجوده جوه يا امنيه. جدع مسمار طالع لابوك يا لو مفتح. يلا تعال خش جوه. بص تعال ورا هنا. تعال يا استاذ احمد. فين يا حبيبي؟ ايه اهو هنا الشجره ده. شجره ايه يا لدالة؟ اهو يلا الشجره بتاعت الكريسماس يا ابني. يا ابني هو انت ابوك يا ابني ممسوحين هنا يا ابني؟ انت يا ابني فاقتين الذاكره يا ابني. ايه اللي انت بتعمله ايه انت؟ انا مش فاهم. هموت واقف انا دماغكوا دي فيها ايه؟ احنا ما عرفوش الحاجات دي انت عارف. ولا يا مسمار ولا انت كنت بتبص على ايه في السما؟ على الحمام. حمام؟ حمام. انت عارف الواد ذكي شويه بيبص على السما او الزحمه. هتلاقيه لو بص على الحمام. تصدق وتامن بالله الولد دوت معرفنا من بعض اصلا. ما سرحان شبهك كده. تعالى قمنا نبص عليها في الشارع. في الشارع ازاي بس يا بابا؟ حمام ايه انت بتبص عليها يا مسمار؟ انت لسه بتاكل سمك وبيض يا مسمار؟ لا ما باكلش. شجرة ايه دي يا بابا؟ شجرة ايه يا عم؟ دي ناس متخلفة يا عم. خش ريح انت مسمار. ماشي ما تاكلش سمك وبيض ها؟ ماشي عشان تبقى كويس. ماشي هتبقى كويس ان شاء الله. خش نام ريح اعصابك يا مسمار. خش
مش الناس تعبانة يا عم، ودي شهر ما الشهر هو كتير هو. ما ياخد له واحدة من دي وخلاص. أكلك بقى أكلة سمك تحلفي بيها والله. إن شاء الله. يا أستاذ أحمد. يا أستاذ محمد عامل إيه؟ الحمد لله والله يا أستاذ أحمد الحمد لله. إزيك يا أمنية عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه اللبس الحلو ده يا أمنية؟ شكرا. لبس بابا نقول حلو قوي عليك يا حبيبتي. زي العسل والله يا أمنية، إيه الجمال ده؟ مالك زعلانة ليه؟ بتروح فين يا أستاذ أحمد؟ كنت جايب لها الشجره بتاعه بابا نويل بتاعه الكريسماس، الشجره الكبيره دي. الله. وقلت لها تزينها، دخلت اشرب كوبايه قهوه، دخلت تناديني، طلعنا ما لقيناش الشجره. ما لقيتهاش؟ اه، قلنا تعالى نبص عليها هنا ولا هنا. ما شفتهاش انت يا استاذ محمد؟ لا والله. هو انتوا مش مركبين كاميرات؟ لا والله مش مركبين كاميرات. ازاي يا استاذ احمد؟ ركبوا كاميرات يا استاذ احمد، الكاميرات امان. انا عايز شجرتي وزعلانه قوي عشانها. يا حبيبتي انا هجيبها لك يا حبيبتي، ما تقلقيش. ماشي يا استاذ محمد بعد اذنك. مش عايز اي حاجه يا استاذ احمد؟ اجي معاك. طيب الله يخليك، باذن الله نركبه كاميرات ان شاء الله. هتلاقيها امنيه ان شاء الله. اضحكي بقى. حاضر. السلام عليكم يا استاذ احمد. حبيبي يا استاذ حبيبي يا استاذ محمد الله يخليك. سلام يا امنيه. سلام. ان شاء الله هتلاقيها يا حبيبي. ماشي. السلام عليكم. مكة. ازيك يا امنيه؟ ازيك يا مكة؟ وايه اللبس الحلو ده؟ شكرا يا مكة. انا هخلي بابا يجيب لي لبس بابا نويل برضه. ماشي يا مكة. بص يا مكة، بابا كان جايب لي شجرة كبيرة، شجرة الكريسماس، تعرفيها؟ ايه ده، انت جبتي شجرة الكريسماس؟ جبتها بس كانت كبيرة خالص، كان فيها كده كور مش عارفة راحت فين. ايوه انا بابا لسه جايب لي شجرة كريسماس تحفة. بص يا حبيبتي، الشجرة بتاعت امنية بنتي كان حطينها في الدخل، امنية طلعت تنادينا نزلنا ما لقيناهاش. ما شفتهاش فيها كور كده الوان، يا اما احمر وصفة وبتلمع كده. لا ما شفتهاش، بس انا عارف اطفال الشوارع اللي هم بيمسحوا عربيات. ايوه مالهم بقى. انا شفتهم كان معاهم شجره كريسمس وكبيره قوي، واكو فيها كور كده ملونه، اخدوها وطلعوا يجروا كده. شجرتي انا يا بابا. الشجره سرقت يا امنيه. اعمل ايه يا بابا؟ تعرفي بابا جايب لي واحده كبيره قوي يا مكه. ما تعيطيش يا امنيه. بص يا أمنية يا حبيبتي، يا حبيبتي ما تعيطيش، دموع غالية عندي. بصي لي كده، دموع غالية عندي يا حبيبتي. ما تعيطيش يا حبيبتي. وعد مني ليكي دلوقتي يا أحلى أمنية في الدنيا، هنزل أجيب لك شجرة أكبر منها ياما، وهجيب لك الزينة الأحلى من دي كمان. بجد يا بابا؟ والله العظيم بجد. هجيب لي واحدة جديدة يا بابا. والله العظيم أجيب لك واحدة جديدة وتغيزي بقى أصحابك كلهم. يا بابا مصدقة يا بابا. يلا بينا. مصدقة يا حبيبتي، هجيب لك واحدة. بابا يجيب لي واحدة جديدة. بس بعد كده بقى عايز اخلي لك باباكي يلا. العبي دي هتلعبيها جوه البيت تمام؟ احطها لك في البلكونة كده. خلاص ماشي يا حبيبي. يلا بينا اجيب لك احلى واحدة دلوقتي. يلا بينا بسرعة يا بابا.